حياكم الله معانا من جديد، ومثل ما شفتوا في تقريرنا عن الامتحانات راح ننتظر عبر هاشتاج ليالي الكويت ان انتم تتواصلون معانا. اذا عندكم مثلا اجابات حلوه، صور معينه نتشارك مع جمهورنا من خلال هاشتاج ليالي الكويت، واطرف الاجابات اللي جت من ابنائنا الطلبه. مشاهدينا، احنا الحين راح نبدي مع حضراتكم اولى لقاءاتنا الحواريه، وضيفنا في هذه الفقره هو السيد محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركه بورصه الكويت، اللي طبعا نبارك لهم ترقيه بورصه الكويت لتكون ضمن قائمه الاسواق الناشئه في مؤشر مورغان ستانلي، وهذا طبعا يعتبر هو الاشهر عالميا لرؤوس الاموال العالميه، وهذا كله بجهود كبيره من ابناء هذه المؤسسات والجهات المشاركه. مساك الله بالخير استاذ محمد، والف الف مبروك. الله يبارك فيك ومساكم الله بالنور. يا هلا مرحبا، حياك الله والف مبروك على هذه الترقيه استاذ محمد. الله يبارك فيك اخوي. اشرح لنا شنو معنى ان يكون الكويت تترقى الى الاسواق الناشئه في مورغان ستانلي، وايش كثر هذا الشيء مفيد للاقتصاد الكويتي؟ شكرا اول شيء على الاستضافه. بدايه احب اتقدم لمقام حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى ولي عهد الامين والشعب الكويتي الكريم، وبارك لهم على هذا الانجاز. هذا الانجاز جاء بعد يعني جهد جهيد طال تقريبا 3 سنوات من فرق عمل مشتركه ما بين شركه بورصه الكويت وهيئه اسواق المال والشركه الكويتيه المقاصه. ماذا تعني اسواق الناشئه؟ اسواق الناشئه هي عباره عن معيارين اساسيين. المعيار الاول قد يكون رقمي، هو حجم القيمه السوقيه للسوق وكذلك سيولته. الامر الاخر اللي هو الاساسي اللي هو شلون نرفع جوده السوق، الشفافيه، سهوله دخول الاموال، سهوله فتح الحسابات، كل هذه الامور صار لها تحسينات خلال فتره 3 سنوات الماضيه، واللي ادت الى ان شاء الله هذه الترقيه اللي راح تكون يعني نتائجها يعني ايجابيه جدا لاقتصادنا في الكويت. يعني هذه الترقيه جت بناء على تعب قديم، مو مساله اليوم وامس، هي شراكه ما بين لجنه ثلاثيه مثل ما ذكرت، بناء عليها قمتوا بالتحسينات. شنو التحسينات اللي صارت؟ فتح الحسابات قبل كان ياخذ تقريبا شهر وشيء، الان 5 ايام عمل. التقاص والتسويه، الدوره قبل كانت غير موحده، قمنا بتوحيدها، وجدنا اليه لبعض العمليات اللي هي قد تكون للاخفاقات، خلينا نقول في عمليات التداول. رفعنا مستوى الشفافيه، اليوم عندنا الشركات اللي في السوق الاول تفصح باللغه العربيه والانجليزيه وتقوم باعمال اخرى مثل مؤتمر المحللين، كان في خدمات وفي منتجات اخرى نزلت، كلها هذه رفعت الستاندرد. اليوم الصناديق السياديه العالميه بالاضافه الى الصناديق الاستثماريه الاجنبيه ما تدخل اي سوق لما يكون في ستاندرد معين، انت لازم يكون في له مثل تشيك بوينت. يعني احنا الفتره السابقه هذه كلها ما كان في صناديق استثمار اجنبيه تدخل عندنا؟ قليله جدا، اختقاده قليله، يعني بشكل يعني ما اقدر اقول لك، يعني مقارنه ببعض الدول الشقيقه او حتى بعض الدول اللي هي خلينا نقول الناشئه، الارقام ما كانت يعني الارقام اللي تذكر. اليوم الحمد لله نتكلم عن بنوك تعدى فيها المستثمر الاجنبي اكثر من 10%، نتوقع بعد دخول فلوس الام اس سي اي سواء كانت النشطه او غير نشطه ان يصل حتى بعض البنوك الكبيره الى مستوى 20% ملكيه الاجانب فيها. وشنو اهميه امتلاك مثل هذه الامور؟ ليش مهم ان دخول رؤوس اموال وصناديق اجنبيه؟ ممتاز. اولا اغلب بنوكنا اليوم يعني قد تكون تشبعت داخل اسواقها، او الشركات تشبعت قامت لو تلاحظين تطلع برا وتاسس يعني شركات تابعه لها في الخليج او في الاقليم. انت على اساس تنتقلين للعالميه لازم يكون قاعده مستثمرينك ايضا عالميين، فمهم جدا ان القاعده ما تكون بس محليه، مستثمر كويتي او يعني معاها الهيئه العامه للاستثمار، مؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. اذا انت تبي تدخلين على يعني خلينا نقول اعمال في اوروبا او امريكا او غيرها، يجب ان يكون ان المستثمر اللي معك مستثمر اجنبي. في مجموعه من الشباب قدموا اكيد هذا الشراكه ما بين شركة الكويت المقاصة وأكيد شركة البورصة بعد أيضا والجهة الثالثة أكيد، شنو مساهمتهم أو شلون شكل المساهمة كانت معهم لتطوير العملية في بورصة الكويت؟
الحمد لله العمل اللي تم والإنجاز اللي تم ما كان عمل فردي، كان عمل جماعي قاموا فيه مجموعة من الشباب والشابات في بورصة الكويت. نعم. تحدوا المصاعب بس كانت الاستراتيجية واضحة وكان الجدول واضح. أيضا الهيئة عندهم تقريبا نفس الفريق هذا موجود، والشركة الكويتية المقاصة عندهم نفس الفريق هذا موجود، وقدرنا في فريق عمل ثلاثي أن نقوم خلال فترة 3 أو 4 سنوات الماضية. تأهلنا إلى بالبداية كان إلى فوتسي راسل، وبعدها إلى الأس أم بي داو جونز، والآن الأم أس سي آي وهو الأكبر تقريبا. الترتيب اللي ارتقيت فيه هو هذا الترتيب العالمي المعترف فيه دائما؟ والله مو شرط، ولا مو شرط واحد قبل الثاني؟ يجوز، احنا يعني مثلا يعني في اسواق يمكن يدخل الام اس سي اي قبل الفوتسي، بس احنا صادفت ان معانا الفرقيه بينهم. طبعا الاكبر هو ام اس سي اي، تكلمين الاسواق مؤشر الاسواق الناشئه في الام اس سي اي يلحقونه تقريبا ما قيمته 500 مليار دولار امريكي. نعم. وزن الكويت فيها 0.63 اللي هي يعادل 3.5 الى 4 مليار دولار امريكي. هذه طبعا الاموال المعلومه، الغير معلومه قد تكون يعني مبالغ ايضا كبيره ومجزيه. هذه ما اقدر نحددها، بس احنا قاعد نشوف ما شاء الله يعني خلال 2019 صار في تداول واضح للاجانب ودخول واضح للاجانب، رفع مستوى السيوله ما قد شفناه من 5 أو 6 سنوات سابقه. جميل جدا. نعم. استاذ محمد العصيمي بتوقف معك مع هذا التقرير وراجع مره ثانيه في ليالي الكويت. الكويت إلى سوق ناشئ ضمن مؤشر MSCI اعتبارا من مايو 2020. هذه الترقية جاءت بعد تضافر الجهود من فريق العمل الثلاثي المشكل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. من المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر. الحين بما أن البورصة أصبحت يعني معترف فيها دوليا ومن ضمن قائمة الأسواق الناشئة، العالم بين فترة والثانية دائما يصير في مو زلزال إلا يعني كوارث اقتصادية كبيرة، كان آخرها 2008. صحيح. فإحنا لما نتكلم عن أن العالم قرية صغيرة وأصبح رأس المال موجود في كل مكان ويتم تداوله، شلون تأثر علينا مثل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية الكبيرة؟ شلون نقدر نخلي الثقة ما زالت موجودة عند المستخدمين في البورصة أو المساهمين؟ بعد 2008 الثقة تزعزعت في بورصة الكويت، وهذا شيء يعني كان واضح جدا. الكثير من الشركات فقد كبير يعني قيمة كبيرة من قيمتهم السوقية. نعم. وفي ناس تضررت بشكل كبير سواء كانوا أفراد أو حتى مؤسسات. بعدها أنشئت هيئة أسواق المال في 2010 لتضع يعني منظومة للمخاطر وتضع لوائح وقواعد لتنظم أعمال البورصة. أنشئت شركة البورصة بعدها في عام 2014 ومسكت زمام الأمور في 2016 وانتقلت المهام لها وأعطيت الرخصة أساس تزاول الأمر هذا، ومشت في الخطة الثلاثية ما بين البورصة والمقاصة والهيئة في إنجاز هذه المؤشرات. اللي صار الشفافية اللي عندنا في 2008 تختلف اختلاف كلي عن الشفافية اللي موجودة الحين. هي كان في شفافية ب 2008؟ كان في إفصاحات ولكن مو نفس الإفصاحات اللي موجودة الحين. ما كانت إلزامية؟ في إفصاحات إلزامية وفي تقديم بيانات مالية، ولكن يعني على سبيل المثال أعطيك يعني شيء بسيط، الإفصاحات حزتها كانت تي مع المناديب.
اليوم الافصاحات صارت الكترونيه، فوانت قاعده في مقر عملك ترسلين الافصاح الكترونيا على طول ينزل في الشاشه امام المتداولين، فما يكون في نوع من الديلي. هذا الامر الاول. الامر الثاني، قبل ما كان في تغطيه للابحاث والشركات اللي قاعد تغطي سوق الكويت بشكل كبير، اليوم احنا قاعد نشوف هذه التغطيه قاعد تزداد. الشركات قاعد تطلع تطاوعيا وقامت تتكلم وتقدر يعني خلينا نقول يصير في بينها وما بين المستثمر نوع من التواصل، وهذا شيء احنا حريصين عليه، لان السوق يعني عاده يصير يعني في ضبابه رماديه لو ما كان في افصاح او تواصل. كل ما زادت الشفافيه كل ما قل الاضطراب اللي تفضلتي وتذكرتيه، فاحنا حريصين على انه يكون في شفافيه عاليه وادوات عاليه من الجودة. يعني الضمان تقصد أنه يكون في عنصر شفافية فقط؟ مو بس شفافية، يعطي إيحاء بالثقة للمستثمر أو المساعد. مو بس هي أنت المفروض الشفافية نتكلم عنها، إذا في خبر سلبي يفترض أن أنت كشركة أول واحدة تطلع وتتكلم، ما تنتظر خلينا نقول الإشاعات والرومرز تطلع، يفترض تضع حد لها وتقول تأثيرها على ميزانيتي هذا القدر وهذا الشيء، لأن أنت حطيت حد وعرفوا الناس حجم الضرر اللي موجود. بس مو بس الشفافية اللي أبي أركز عليها، أيضا هناك أدوات، هناك خدمات تم تقديمها بالفترة الأخيرة تخدم موضوع السيولة، موضوع توسعة يعني خلينا نقول قاعدة المستثمرين، ويعني شغلات كثيرة تصب في انه تزيد عمق السوق. نعم استاذ محمد، اليوم بعد هذه الشراكة الجميلة وطلعتوا اكيد في شكل يعني مريح بالنسبة لكم واكيد بالنسبة للمساهم، وبعد هذه الترقيات نبارك لكم ونبارك لانفسنا ككويتيين هذا الانجاز الجميل، هل تتوقع انه يكون هل هناك عناصر جاذبة للمستثمر الأجنبي في سوق أو بورصة الكويت مثلا؟ أكيد احنا اوريدي قاعد نشوفهم قاعد يدخلون السوق عندنا، وجولاتنا التعريفية اللي مع الإخوان في الهيئة قاعد نشوف إقبال شديد على الكويت. الكويت بلد مؤسسات، الكويت القضاء فيها مستقل، دخول أجنبي وأمواله سهلة للدخول، يعني حتى تخريجة الفلوس سهلة، ما عندنا يعني أي يعني خلينا نقول اشتراطات مخفية، فالكويت دولة شفافة. في نسبة واضحة عندكم أن المستثمر الأجنبي موجود بنسبة كذا مشارك في البورصة؟ ما في نسبة محددة، لكن أنا أقدر أقول لك أنه يعني وصلت في البنوك الكبيرة أكثر من 10%، وهذا رقم يعني كبير، واللي راح يدخل زيادة راح يكون رقم أكبر من كذي. هل تتوقع في زيادة إن شاء الله من المستثمر الأجنبي؟ إن شاء الله أتوقع في شهر 5 مليار دينار كويتي، هذا المعلوم. الغير معلوم قاعد تشوفه الحين حاليا قاعد يتم تداوله خلال الايام الحاليه ووصولا الى يوم الترقيه. انصحنا احنا كشباب اليوم بندش. والله احنا ممنوعين لا نتكلم بالسوالف هذه. وين الشفافيه؟ ما نقدر احنا 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 يعني احنا مناط الينا ان احنا ننفذ يعني الاستراتيجيه وكذي، بس الشفافيه هي شفافيه الشركات. طيب استاذ محمد، حضرتك كنت رئيس قطاع البورصه قطاع الأسواق، وكان لك بصمة مميزة في تطوير سوق رأس المال بالكويت في منصبك الحالي والمنصب السابق، شلون قدرت أنك تختصر المدة الزمنية؟ والله الهدف كان واضح، المصاعب والمشاكل والتحديات كانت واضحة، الاستراتيجية كانت واضحة والخطة الزمنية كانت واضحة، لكن أحب أنوه أن هذا مو عمل فردي، هذا عمل جماعي. لدينا كوكب من الشباب والشابات في بورصة الكويت، أمانة يعني يعجز اللسان أن يصف مدى حماسهم في أن هم يتخطون هذا الصعاب، ولدينا أيضا مجلس إدارة لديه بعد استراتيجي ولديه توجيه استراتيجي في هذا الجانب، وكذلك اللي موجود عندنا موجود عند الإخوان في الهيئة وتحديدا في قطاع الأسواق وأيضا في الشركة الكويتية المقاصة. الصعاب تواجهنا لكن الحمد لله قادرين نتجاوزها لأن الهدف واضح. هل عندنا ليونة في القوانين اللي ممكن أن هي تساعدكم للوصول لهدفكم بأكثر وقت ممكن؟ والله لقينا تجاوب كبير من لازم معالي وزير التجارة وأيضا كذلك من مجلس الأمة.
وخصوصا السيد مرزوق الغانم يعني قال لنا في مقابلته لنا في شهر يونيو الماضي بعد الترقية المشروطة اللي كانت من MSCI، قال إذا تحتاجون أي مساعدة من صوبنا أي قوانين إحنا نقرها، أنتوا يعني التراك ريكورد مالكم واضح وتقدموا وإحنا إن شاء الله ما راح نقصر معاكم، فالإخوان يعني مو مقصرين. بس شو اللي حصل يعني؟ هل أقريتوا قوانين جديدة؟ نعم. عن السابق، لأن يعني المشاهد اللي ما له علاقة بالبورصة راح يقول إن بورصة الكويت عمرها طويل، يعني من زمان هي موجودة، ليش الحين أسواق ناشئة؟ إيه؟ فيعني تعطي إحساس إن الموضوع تونا في البدايات. هو سوق ناشئ، يمكن التعبير ماله بالعربي قد يكون إن هذه بداية. أي. تحت سوق الناشئ في شيء إحنا كنا فيه موجودين ليوم الخميس الفير. أي. اللي هو يسمونه الفرونتير ماركت أو ما قبل الناشئ. كانت أغلب الدول موجودة فيه، وبعدين تنتقلين للسوق الناشئ. السوق الناشئ في الصين وفي البرازيل وفي دول كثيرة. وعيل منو السوق المتقدمة؟ هي نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، هذه كلها أسواق متقدمة اللي هي فيها البورصات العالمية. البورصات العالمية. زين والله سؤال يعني صراحة هذا فضول مني. فضلك. شنو موضوع الجرس مال داو جونز لما يضربون الجرس هذا ويتجمعون كلهم، هذا شنو معناته؟ هي جرت العادة. جرت العادة أن يصير في قرع للجرس في بداية التداول. البداية ولا النهاية؟ في البداية وفي النهاية. في البداية وفي النهاية، وعادة يستخدمون قرع الجرس في البداية في أنهم يدخلون شركة تكون توها مدرجة في البورصة، فتلقين مثلا رئيس تنفيذي وبعض المساهمين موجودين فيقرعون الجرس، وفي النهاية شرط أن عادة تكون هم نفس طريقة شركة جديدة داشة، أو يعني يكون في وفد زائر يسوي هالعملية. إيه تعتبر مواسم المضاربة بالبورصة ولا يعني ممكن في لها إجازة ولا لا؟ لا، هو المضاربة شيء آخر. بس المضاربة عموما المضاربة موجودة في أغلب البورصات، ولم توجد المضاربة في السوق معناته أن هذا السوق فيه شيء غلط. فدائما تلقين المضاربين يبحثون عن بعض السلع المعينة، وتلقين المستثمر طويل الأجل يبحث عن سلعة معينة، وتلقين المستثمر اللي يدور التحوط يبحث عن سلع مختلفة. نعم. فكل عمق السوق اللي تكلمنا عنه وهو لازم يسع هذيلا كلهم، ما يصير سوق يخدم فئة واحدة معينة من المستثمرين. نعم. كل ما صار في تنوع كل ما صار هذا السوق جاذب أكثر لرؤوس الأموال. هذا يأخذنا لسؤال ثاني اللي هو يعني بورصتنا بالكويت شنو عندها مضاربة وشنو بعد في أشياء؟ عندنا الحين إن شاء الله خلال الشهرين الجايين في عندنا صندوق عقاري مدر للدخل يسمونهم الريت، الريل استيت انفستمنت تراست، هذه أول مرة تطرح في الكويت وراح يطرحونها أحد الشركات المتخصصة الاستثمارية. كذلك عندنا إدراجات جاية إن شاء الله، تدرون تونا خلصين اكتتابنا والحمد لله الاكتتاب يعني لاقى نجاح كبير ما شاء الله. إن شاء الله شركة البورصة راح يتم إدراجها في القريب العاجل، وشركة شمال الزور كذلك. متى بالضبط يتم إدراجها؟ يعني في النصف الأول نتكلم. في النصف الأول. بس إحنا قاعدين مع الإخوان في الهيئة في أسواق المال قاعدين نحاول نعجل الإدراج. شمال الزور احتمال أيضا يدرجون في الفترة يعني القادمة الحالية. نتكلم عن بعض المنتجات مثل التداول على الهامش اللي هو نوع من التمويل اللي يعطيه الوسيط حق عميله أو تعطيه شركة استثمار حق عميلها. نتكلم عن في مرحلة لاحقة المشتقات المالية اللي تستخدم ساعات لموضوع اللي هو التحوط. شنو هذه بعد الكلمة؟ يعني احنا ما يخالف، احنا مو اقتصاديين. مشكلة بالعكس. لا، سؤالك محلة. في أدوات مالية تشتق من الأسهم، أنت ما تشترين السهم نفسه، تشترين كونتراكت، هذا العقد يخولك إن إذا صار في سعر معين أنت تقدرين تنفذين عليه، هذه عادة تستخدم للتحوط، لكن في مضاربين يستخدمونها للمضاربة، ففي ناس تستخدمها للتحوط إنه يصير مثل نوع من الانشورنس. الكلمة اسمها تحوط. تحوط اللي هي أخذ الحيطة اللي هي يسمونها هيجينج. أو مثل خلينا نقول تأمين. ضمان. تأمين. وفي بعضهم يستخدمها أساس إنه يكون نوع من المضاربة، فتصير كذي وتصير كذي.
لذلك انا يعني حريص جدا يعني، ومجلس اداره شركه بورصه الكويت ايضا حريص جدا ان يكون في تنوع من المستثمرين موجودين. كذلك احنا قاعد نحاول اي استثمار يكون موجود في البلد انه يكون له نوع من الادراج موجود بشكل او باخر. شغالين مع الاخوان في هيئه اسواق المال على ان شاء الله السنه الجايه في نهايتها ان شاء الله نطرح سوق السندات، وهذا شيء جدا مهم. حلو. بورصة الكويت الحين بعد الترقية هذه صعدت ضمن الأسواق الناشئة، إذا في ترقية ثانية وين تروح؟ في عند فوتسي تحديدا عندهم اللي هي الناشئة المتقدمة، نعم، اللي هي Advanced Emerging. هذه يعني احنا شغالين عليها ان شاء الله، والريكويرمنت مالتها الاشتراطات اغلبها احنا يعني موافينها، باقي شيء شغلات بسيطه جدا. نعم. طبعا عشان نروح المتقدمه، اي انا اقول هل ممكن نروح بورصه الكويت روح المتقدمه؟ هي مو بس تعتمد على البورصه، في الاسواق المتقدمه لازم البلد بشكل عام يكون لها معايير معينه، فهذه تحتاج الى وقت. تنقصنا المعايير هذه عشان نكون بالمتقدمه بكل صراحه؟ بعضها الحجم وبعضها عمق السوق وبعضها الأمور هذه كلها، لكن تحتاج إلى وقت يعني. طب من هي الدولة المرشحة أن هي تدخل الأسواق الكبيرة؟ يعني إذا الصين للحين في الناشئة، فمن هي الدولة اللي على عتبة أن هي توصل؟ والله حسب علمي برؤيتك رؤيتي حسب علمي أن بولندا كانت بولندا كانت قريبة إذا ما أوريدي دخلت في بعض المؤشرات. بعض الدول تلقينها مؤشر متقدمة ومؤشر يمكن مو متقدمة، بس ما من الصعب جدا أن يعني أنت بحجم صغير تنافسين أسواق متقدمة مثل السوق الأمريكي أو السوق البريطاني. ترى الأسواق الناشئة تعتبر يعني شيء كبير جدا. حلو. أنك تكون في مصاف الأسواق هذه كلها. حلو. قبل 3 سنوات أنتوا كشباب أو كلجان 3 مشتركة قدمتوا استراتيجية واضحة وحصلتوا على المؤشر ببورصة الكويت تكون ضمن الأسواق الناشئة. هل في استراتيجية عندكم حاليا وخطة واضحة أو حتى زمنية أن ممكن ندش حق الأسواق المتقدمة ولا لا؟ حاليا هي مو من ضمن الحسبان، لكن من ضمن الحسبان احنا ننتقل الى خلينا نقول الادفانسد ايمرجنج اللي هي المتقدمه الناشئه. عندنا خطه حاليا احنا انجزنا منها مرحلتين ونص، باقي المرحله الثالثه والمرحله الرابعه. هذه فيها منتجات وفيها خدمات وفيها تحسين لبيئه الاعمال بشكل عام. حلو. موقع بورصة الكويت بالنسبة لدول المنطقة؟ دول المنطقة احنا ترتيبنا الثاني بعدد الشركات، ترتيبنا الثاني في قيمة التداول اليومية، والرابع او الخامس تقريبا من حيث القيمة السوقية. الأهم منهم كلهم موضوع السيولة اللي هو التداول اليومي، لأن مهما كبر حجم السوق ومهما صار في عدد شركات كثيرة، بالنهاية إذا ما في سيولة السوق ما يكون جاذب. فعلشان كذي دائما يكونون حريصين على أنه يكون في سيولة. صحيح. طيب 2020 جاية وكل عام وحضراتكم كلكم بخير يا رب، شنو متوقع لبورصة الكويت السنة القادمة؟ أخبار حلوة أخبار مفرحة؟ إن شاء الله إن شاء الله نتأمل إن شاء الله أن قيمة التداول تزيد، خصوصا مع دخول مستثمرين MSCI الأكتف والباسيف اللي هم النشطين وغير النشطين. نتأمل إن شاء الله غير إدراجين اللي هو البورصة والشمال الزور، نتأمل إلى إدراج ثالث على أقل تقدير، ونتأمل أيضا إلى منتجات. أنا متأكد إن شاء الله أن سنة 2020 راح تكون فال خير على الجميع إن شاء الله. بورصة الكويت وينها من رؤية الكويت أو الرؤية الوطنية كويت جديدة 2035؟ إحنا جزء وركيزة أساسية فيها. رؤية 2035 تكلمت عن أن الكويت تصير سوق ناشئ. نعم. الحمد لله أنجزناها في 2019. والمنصة هذه اللي أصبحت الآن جاذبة للمستثمرين وللمصدرين، وصار فيها تنوع يعني قاعدة المستثمرين الموجودة، إن شاء الله راح تكبر خلال فترة 3 سنوات. لذلك أنا أقول لكم شغلنا ما انتهى، إحنا يعني الحمد لله حققنا الإنجاز، ولكن لن نقف ولن نكل ولن نمل إن شاء الله إلا لما ننجز جميع خطة التطوير. ولو خلصنا أتوقع إن شاء الله في خطة بعد زيادة إن شاء الله. يقويك إن شاء الله. أشكرك على وجودك معنا في الكويت رغم أنك كنسلت سفرة لك خاصة عشان لقاء ويانا. عسى عمركم طويل إن شاء الله. ما قصرت. مشكور. ما قصرت. مشاهد الكريم يسألك الخير. تسلم على وجودك. وإذا عندك أي كلمة أخيرة تحب توجهها لكل المشاهدين، أمنيات للعام القادم مثلا، على راحتك تفضل. أتمنى لهم إن
شاء الله عام سعيد ويكون عام يعني أكتف ويكون مزدهر ومليء بالنجاحات إن شاء الله. وأشكركم على تسليط الضوء على هذا الإنجاز. هذا الإنجاز يكتب باسم الكويت بشكل عام، ويعني إن شاء الله يعني في مجالات أخرى نرى الكويت تحقق هذه الإنجازات تلو الأخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نطلع فاصل ومكملين معاكم في ليالي الكويت.